بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين السيدات والسادة السيد يعني مدير الجلسة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الشكر الجزيل للجمعية العراقية للبحوث الطبية والدراسات البحوث والدراسات الطبية على دعوتهم الكريمة لي لتقديم فد برزنتيشن بسيط عن السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس. خلنا احكي شوي عن قصتنا بالريسيرش. يعني بصراحه احنا اطباء وانا طبيب باطنيه يعني بورد عربي بالطب الباطني سنه 94. والبورد العربي وقتنا ما كان يطلب بالريسيرش. وخلصنا وصرنا يعني تعرف اول ما تجي عندك اللقب العلمي مدرس وبعد سنتين ثلاثه يصير عندك اشراف او اشراف مشترك بعدين اشراف. وتسوي ريسيرش وانت ما تعرف بصراحه شنو الكيس كنترول وات از ذا فاندمنتالز اوف كيس كنترول وات از كوهورت اتسيتر بس نسمع بيها اذا بنعرف معناته يعني. واستمرينا نحضر مناقشات ونحضر هاي ونناقش ونلزم لهذا. واحنا تعلمنا اساتذتنا بمدينه الطب الله يجزيهم الخير دكتور فالح البياتي وغيره وغيره تعلمنا من نقعد نناقشون طلبه الدبلوم والجورنال كلوب استاذ المرحوم دكتور زهير القصير تعلمنا من عندهم الكثير يعني شلون ينقدون البحوث وهاي فتعلمنا. لكن القضيه شوي كانت تختلف بصراحه. يعني رئيس جامعه الكوفه الاسبق دكتور عقيل عبد ياسين هذا طبعا دارس بانجلترا فكان هو يلح علينا من الجامعة أنه جامعات العالمية الرصينة جامعات عالمية ترى هي مو مراكز تعليم هي مراكز إنتاج بحوث إنتاج معرفة يعني مراكز ريسيرش وليس إيش اسمه. فطبعا هذا الكلام يتكرر كل جلسة من جلسات مجلس جامعة الكوفة. يعني صار أنه أنا أفكر يعني وإحنا في خضم تغيير منهجنا بكلية طب الكوفة غيرنا الانتجريتد وتعرفون تغيير المنهج is not easy يعني بصراحة كلش عمل يعني شاق ومضني وايد. رحت في 2014 للولايات المتحدة وزرت توليدو مركز يعني جاء كلية طب توليدو التقيت ولد عراقي اسمه صادق خضر يعني هدالي هذا الكتاب كلينيكال بيولوجي كان في اثنين يعني هولنديين يعني بصراحة نهاية 2014 اجل اخي المعاون العلمي قلت له دكتور عبد الكريم خلينا نبدا كريتيكال ابريزل والحمد لله والشكر بدينا كريتيكال ابريزل اسبوعيا عشان نجمع طلاب الدراسات العليا والاساتذه يعني وبنينا قدراتنا الذاتيه بانفسنا. انا تعلمت من دكتور عبد الكريم والاخوه اللي بالكوميونتي ميديسن دكتور سلام جاسم دكتور هدى ويعني سيلف ليرنينج وقلنا احنا نسوي برزنتيشن. الحمد لله والشكر صار عندنا قدره على وي تيتش كريتيكال ابريزل يعني والحمد لله بشهر 11 ايام الاحداث ويعني اثام يعني مهارات احنا كنا في المصدر من الجمعيه وضيافه الجمعيه العراقيه الله يجزيهم بالخير سوينا ورك شوب هناك عندهم يعني. وطبعا على ظاهر تغييرات صار عندنا بدراسات عليا السريريه والبيزك ساينس ويعني غيرنا هواي شيء وضمننا الكريتيكال ابريزل يعني في مواقع مختلفه يعني الدبلوم وقفنا الريسيرش وابدلناه بكورس بالكريتيكال ابريزل يعني. وطبعا هناك اسباب كثيره انا ما اريد اخذ من وقتكم بس اقول لكم احنا كيف بدا الريسيرش عندنا من طبيب خلص بورد كل شيء يعرف يعني يعرف يقرا بعض الاشياء بس يعرف بالطريقه الموجوده حاليا نبدا بالعنوان ثم بالانترودكشن والاكنولجمنت والايه الكريمه وبعدين هاي ليش اخليها وليش نخليها وهاي عدلها وذي. بينما الكريتيكال ابريزل ينظر الى جنبه تختلف يعني جميله جدا تعلمنا شلون نقرا البحوث شلون ننقد البحوث شلون نقرا الارقام يعني لغه الارقام شلون نفهمها وشلون نقدر نستفاد من عدها يعني. احنا راح نحكي على السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس و هاو تو كوندكت. الحقيقه الاستاذ كل احنا نعرف البرامج هذا الموجود مال الايفيدنس بيس ميديسن الاعلى شيء هو الميتا اناليسيس سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس والبعده يجي الراندمايز كنترول ترايل والبعده يجي كوهورت بعد الكيس كنترول بعد الاتسترا يعني الكيس سيريز فاحنا كل احنا ندري بال يعني بقوه الميتا اناليسيس بالايفيدنس بيس ميديسن. هاو تو كوندكت الحقيقه العمليه مو عمليه سهله ابدا يعني اتصور والله انا ما راح اسوي بحوث ما اشوف مرضى
انا راح اخذ ستديز وانا يعني ادرس. العمليه مرهقه ومو سهله. الحمد لله احنا بالكوفه قدرنا نحقق يعني ميتا اناليسيس عن الكونفنشنال هيستوريوغرافي يعني يوزنج سيت سكان يعني كومبير يعني يوجوال هيستوريوغرام ونشرناه بالباكستانيان ميديكال جورنال. وقبل فتره مات واحد من اخوان باثولوجيست نشر ميتا اناليسيس بس طبعا طب النص السريه سابقينه. وانا ما اعرف بعض يعني واسطهم عندهم يعني ذيك المره في مؤتمرهم واحد ماتين مسوي يعني تو اور ثري ميتا اناليسيس. ما اعرف في كردستان ما اعرف في مكانات اخرى اذا اكو ميتا اناليسيس بالبصره ربما اكو حتى من البصره يعني ربما اكو ميتا اناليسيس. بس اعتقد موضوع السيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس يعني لازم يصير باهتمام اكثر يعني خاصة طلبة الدكتوراه. طلبة الدكتوراه ممكن يستثمرون السيستماتيك ريفيو يعني في البداية في قبل الشروع بالبحث يسووا سيستماتيك ريفيو وإذا ممكن يسووا يا ميتا أناليسيس ونشر البحث كبحث مستقل إلى كامل يعني نتمنى هذا. المهم متطلباتها كثيرة تبدأ بالريسيرش كويشن وتبدي شلون تكتب ريسيرش كويشن متكون من بيكو بعد راح نعرف شنو البيكو وبعدين تسوي يعني تسوي سيرش بالداتابيس قاعدة البيانات الكثيرة المتعددة اللي هي البابمد والإمبيز والكوكرين وغيرها وغيرها قواعد بيانات كثيرة تسوي سيرش بيها. وبعدين من تاخذ طبعا السيرش بتفاصيل كثيره سواء راح نجيها راح نحكي على يعني تايب هاو يو سيرش ان بوب ميد. وبعدين ناخذ يعني ناخذ الارتكلز ونسوي لها سكرين ونشوف ياه الفيت ابروبريت تو اور كويشنز او وات از نوت ابروبريت وانكلود وات وي وونت تو انكلود اكوردنج تو ذا بري سبيسيفايد كرايتيريا وي بوت اند وي اكسكلود ذا ثينجز ذات نوت ابروبريت تو اور كويشنز. بعدين نسوي نجيب الفول تكست ارتكلز وبعدين نسوي فورمال الكواليتي تشيك للذيس ارتكلز. طبعا في الغالب هي ميتا اناليسيس للراندمايز كنترول ترايل بس ناو ديز دي دو ات فور اوبزرفيشن ستدي دي دو ات فور كيس كنترول فور كوهورت اور فور ايفن بوث اند ايفن دي دو كومبينيشن بتوين اوبزرفيشنال اند ترايلز ستديز. They do combinations. So, but after you assess the quality, risk of bias in these articles, then you can start find this good quality or poor quality, etc. Then you can you do qualitative synthesis. You have, if it is possible to combine the result, you combine the result. You combine it. Sometimes you are unable to combine the result because of many reasons. Then you do just a qualitative systematic review. Or if you are able to combine them, you do meta-analysis. And then you can report your result. This is the questions. The questions, according to the population, what the outcome, what the intervention, and Okay. هذا questions طبعا research questions is very important. وكل research questions it should have three things in it. It should have the determinant, the outcome, and the domain. مثلا هذا السؤال is drug therapy associated with long-term morbidity and worsens with moderate hypertension? There is determinant اللي هو drug therapy. Outcome اللي هو long term morbidity mortality will determine will domain of an older person with hypertension. So in every research questions there are three things: the determinant السبب والنتيجة والdomain هم يعني ما الناس محل البحث يعني adult elderly young infant unit women men etc. How to search the midline? One of the biggest database. هو الميدلاين والميدلاين بي مور ذان 30 مليون ارتكلز واكثر من 6500 جورنالز لينك تو 6500 جورنال. وهو الواجهه طبعا البوب ميد هو الواجهه مال الميدلاين. يعني احنا اليوم هسه ما راح نطب الميدلاين راح نطب للبوب ميد. هاو تو سيرش انسايد ذا ميدلاين ثرو بوب ميد طبعا وي سيرش ثرو
simple search text word like a keyword. نكتب keyword شلون تكتب بالجوجل تكتب كلمة وتنقر وتشوف ايش يجيك بالجوجل سكوك جوجل سكولر او الجوجل وتقدر تستخدم المش. What is mesh? Is medical subject, medical subject heading. هذا هنا طبعا ما اعرف ليش ما جاء يطلع عندي هذا هنا اذا تشوفون السهم مالتي medical subject heading. تستخدم الطريقتين وتشوف يعني راح نشوف راح اراويكم الفرق بين الطريقتين والطريقتين لازم تستخدم الكيورد ونستخدم المش اثنيناتهم نستخدمه وبعدين you can combine them. بصراحه هذا موضوع السيرش for an article in PubMed or in database is not an easy subject. It's not an easy subject. احنا ب 2016 كنا في استراليا في جامعه سيدني وهناك احضرنا محاضره واحد information scientist قال اني اصرف مع طالب دكتوراه 3 ساعات حتى اكتب له السيرش كويشن السيرش سؤال السيرش اللي that is able to search for the relevant article appropriate to the questions and can exclude the irrelevant articles. يعني يجيب بس الشيء المناسب قدر الامكان طبعا. فيقول 3 ساعات انا اصرف in order to write this searchable question. هسه راح نروح للمش ونشوف شلون احنا نستفاد من المش. طبعا هاي الواجهات البوب. وهذا هنا أنا إذا تشوفون هنا أنا أدخل على المش دخلنا على المش وكتبت anticoagulants. أنا بصراحة هذا موضوع الكوفيد 19 وموضوع thrombosis B وموضوع anticoagulant عليه controversy وعليه كلامه يعني ماكو يعني ضابطة يعني بصراحة أكو ناس تستخدم أكو ناس بتستخدم أكو ناس aggressive تستخدم overuse أكو underuse etc. فمجرد كتبت anticoagulant drugs انطرت طلعت لي ذني الخيارات الموجوده بالانتيكوجنت بالميديكال سبجكت هيدنج طبعا هنا نا ميديكال سبجكت هيدنج احنا هسه بالميديكال سبجكت هيدنج ميديكال سبجكت هيدنج انطرت انتيكوجنت طلعت لي خيارات اختارت اول واحد دخلت بال هذا المستطيل هنا هو سيرش بيلدر دخلت هنا انه رحت كتبت ثرمبوسس طلع لي هذا الداون دروب ليست واختاريت ثرمبوسس اند بوزن واختاريت اول واحد طلع لي 2 اختاريت اول واحد دخلته بالسيرش بيلدر دخلته بالسيرش بيلدر بعدين كتبت كوفيد 19 فوق اذا تشوفون وانقرت طلع لي 37 خيار اختاريت 2 من عندهم ودخلتهم بالسيرش بيلدر دخلتهم وسويت سيرش طلع لي 159 بحث يعنى بالثرومبوسيس ان كوفيد 19 ثرومبوسيس وانتي كوغوليشن واذا تشوفون ان كل العناوين قدامكم كلها ثرومبوسيس بكوفيد 19 كلها بها كوفيد 19 وبها ثرومبوسيس كلها ثرومبوسيس موجود بها يعني بس اذا تبعون هنا بالجهه اللي بصف السلايدات اكو ارتكل تايب هاي فلترز هاي كلها فلترز فرحت اختاريت طبعا هاي تكملة البحوث رحت اختار السيستماتيك ريفيو طلع 4 فقط من ذن ال 159 هنا السيستماتيك ريفيو وهذا واحد من عندنا اختارته بدي اشوفه قريت الابستراكت مالته طبعا لان كلنا اغلبها فري لا تعرفون ايام الكوفيد كلها فري انه قلت له الميتا اناليسيس صار خمسه ولان كل فري ارتكل انا اقدر اطلع هذا وهذا طبعا واحده من الباحثات اللي هي ظاهر عراقيه فاطمه العاني وشفت بحوثها ولقيت هاي الباحثه من كندا عراقيه حتما يعني وياها بصفها جهاد ما ادري شنو يعني عراقيه ما يقين وبحوثها كلها بالثرومبوسيس ثرومبوبوليزم اتسترا يعني عندها يعني سبيشاليتي بهذا الفيلد يعني هذا طبعا المش يبدي بهدنج وذن اذا تشوفون الصغار ذن سب هدنج هم لازم تعرفون وهاي نهايه المش يعني هاي بدايه المش هذا بيجنينج اوف ذا مش وهذا نهايته هاي اكو بالجو 3 انت بالثري تقدر تصعد لي فوق تنزل لي جو حسب البودر ابروتش نروار ابروتش هذا يمك يعني يمك انت كباحث يعني اعتقد يعني جدا سهل نستخدم المش يعني تدخل على المش تختاره وانه تكتب اي كلمه اللي تريدها راح تطلع لك يطلع لك تختار وسوي سيرش بلدر اعتقد وانس توايس يو كان ايزلي دو ات بالمش وتحصل البحوث اللي تريدها لكن راح نسوي بالكيورد مو بالمش راح نستخدم الكيورد
كتبت كوفيد 19 هاي كيورد بالبومبيد مباشره طلع لي 62,000 بحث. انا ما اريد كلهم، انا اريد ويا ثرومبوسيس صار 1029، من ضفت لنا الانتي كوجليشن صار 363، من سويت سيستماتيك ريفيو صار 9. ايش قد عندنا كان هناك؟ كان عندنا بالمش كان 4، هنا 9. من ضريت ميتا اناليسيس صار ايش قد؟ صار 10. فطبعا اكو بين مشتركات بين هذا وذاك، بس اكو جدد اكو شيء اختلف يعني. فانت من تريد تسوي سيرش، تريد تجيب ارتكل حتى تسوي سيستماتيك ريفيو، استخدم بالبوبميد، استخدم هالطريقتين، استخدم الكيورد، الكيورد كل احنا نعرفه، واستخدم المش. ربما المش جديد على بعض الاخوه، بس it's not difficult at all يعني. بصراحه اكو واحد طب يوتيوبات موجوده وتعلمها بسهوله، وانت شفتوها ايش قد very simple يعني very simple using the mesh to retrieve an article appropriate to your question. طبعا البيكو يقين احنا سمعتوا بيكو، what is بيكو؟ it is PICO population هما hypertensive patient, diabetic patient, heart failure patient, blind patient with blindness, patient with retinal thrombosis, whatever, stroke, renal failure. This is the population. Intervention, drugs, convalescent plasma, surgery, whatever. Comparator, comparators. What comparator? Placebo, all the drug, other active drugs, and the outcomes. Like heart failure, ischemic heart disease, angina, stroke, death, etc. This is the component of PICO. كل احنا لازم يعني بصراحة لازم نعرف PICO، لأن هو هذا. أنت ما تكتب السيرش كويشنز، عايز كتبت كوفيد 19 يعني مرض عن كوفيد 19، كتبت ثرومبوسيس هذا هم يعني جزء من الـ population. Intervention, anticoagulation. Compared to none, مثلاً no compared. أول كم أدري شوف شنو دولة يعني improve not improve improve survival prolong decrease hospital stay decrease ICU stay etc decrease need for mechanical ventilation etc. This is the outcome you can put specify them in your search strategy. Searching PubMed طبعاً مثل ما قلنا population. Or synonym, يعني مثلاً نقول elderly or old age or men or elderly women etc. هذا يعني جزء من السيرش، لأنه إحنا كل واحد يكتب تايتل كتبه بالطريقة اللي هو تعجبه يعني. بس يعني أنت ما تريد تسوي سيرش، لازم تسوي يعني تكتب synonyms على الأشياء اللي أنت تريدها يعني. هذا البيكو باختصار. احنا ننتقل الى بولين سيرش. بولين المبدا هذا، انت من تقول مثلا انا اريد ماكلور ديجنريشن وانترا فيتريال انجكشنز، راح اجيب لك البحوث اللي بيها ثلاثه. بس اذا تقول له ماكلور ديجنريشن اور انترا فيتريال انجكشن، راح اجيب لك كل البحوث اللي بيهن ماكلور ديجنريشن حتى لو ما بيها انترا فيتريال انجكشن، واجيب لك كل البحوث اللي بيها انترا فيتريال انجكشن انجكشن حتى لو ما بيها ماكرو ديجنريشن. فذن هذا يعني نظام بوليان لازم من نعرفه يعني، واكيد هو من حضراتكم يعرفوه يعني. اور لا اور انا من اريد اقول يعني هايبرتنشن اور هاي بلد بريشر، دايابيتس اور هايبرجلايسيميا اور دايابيتس ميليتس، كلها سينونيمز، هاي كلها مرادفات للدايابيتس يعني. نوت مثلا انا اريد دايابيتس اوف الدرلي، أدب حبا دايابيتس أو الدايابيتس just of women I exclude of men of infant of babies etc. فذن هاي قاعدة تقول أنهم يعني جدا ضرورية بالسيرش. هذا طبعا عوفة، لأنه طبعا هذا إحنا تقريبا وهذا ماتين ممكن السلايدات موجودة المحاضرة موجودة. طبعا هاي السلايدات أغلبها هي سكرين شوت أنا داخل كورس جون هوبكنز سكول أوف بوبليك هيلث بلومبرغ سكول أوف بوبليك هيلث، وهاي كلها محاضراتهم، وأنا أخذت معها سكرين شوت ويعني يعني قدمت لحضراتكم. زين إحنا سوينا سيرش بالبوب ميد، يحتاج غير داتابيز، يحتاج أروح للإمبيس للكوكرين للسايكو أنفو للسنهار؟ لو لا ما يحتاج. لا طبعا يحتاج.
هذا الامبيس، الامبيس هي اليوروبيان ميدلاين، يعني ميدلاين مال اوروبا، يعني ميدلاين اوروبا، وبي تقريبا 19 مليون ارتكلز، وبي 7000 بريوديكلز، ويعني وبي طبعا مشتركات، اكو بحوث وجورنال مشتركه بين الميدلاين والبوب ميد الامريكي وبين الامبيس الاوروبي. لو اروح بس يعني اختار بس داتابيز واحده، مثلا بدي ابحث على البايسكل ريليتد برين انجري، اروح للامبيس القى 31 ارتكل، لكن اكو 8 ارتكلز من ذني يونيك تو ذا امبيس، ما موجودات لا بالميدلاين ولا بالسايكو انفو ولا بالويب اوف ساينس، ما موجودات. يعني بكل داتابيز صح اكو بحوث مشتركه واكو بحوث مختلفه يونيك تو ذات داتابيز، therefore it's very important to search different at least two database, at least systematic review, at least two database. Okay. References. يعني references مال البحوث. يعني شنو references مال البحوث؟ يعني هسه احنا مكتفينا واخذنا search وسوينا PubMed وسوينا Embase وCochrane وهاي، بعد references شنو يعني؟ انت لازم تروح للreferences مال الارتكلز اللي اخذتها، هم تشوفها تشيكها، تشوف هاي بيها relevant article appropriate to your questions or not. تاخذها لا، وبعد شو تروح؟ تروح للسكوبس وتشوف which article cited this article اللي انت اللي جاي تاخذها، هم تفيد يعني يسموه backward forward searching. unpublished article هاي بعد يابا احنا نروح على published، غير نروح على database وعلى published وروح على references، بعد تنظر عندنا unpublished. شنو هاي unpublished؟ اوكي unpublished يقول لك انت اذا اكو يعني من راجعنا يعني الارتكلز وستماتيك ريفيو لناين دريكس، ها اللي unpublished FDA data، احنا لاحظنا من جبنا الداتا الموجودة بالFDA، جبناها الداتا ودخلناها ويا الداتا الموجودة بالRCT اللي يعني مسوين عليها ميتا اناليسيس، من دخلنا هاي الداتا الموجودة بالFDA 46% of the result of this study show the underestimation of the drug effect, drug less effect, less effective, or 46% more effective, or 7% identical efficacy. معناته اكو داتا موجوده مهمله متروكه، فانت اذا تريد تسوي ميتا اناليسيس مضبوطه لازم تروح للانببلشد، تروح للFDA، تروح للكلينيكال ترايل دوت جوف المكان سجنهم بالبحوث الكلينيكال ترايلز، تروح لهناك ما تكتفي بالببلشد. راح نشوف بعد اكو فوائد كلينيكال ترايل لازم تروح له كلينيكال ترايل دوت جوف، وراح نشوف ليش احنا لازم نروح للكلينيكال ترايل دوت جوف، بعدين بنروح للاسسمنت للبايس للكواليتي. طبعا هذا ملخص يعني ملخص، انت لازم يو سيرش مور ذان وان داتابيس، لازم تروح للبوب ميد تستخدم الكيورد تكست، تستخدم المش، ولازم تستخدم الريفرنسز سواء السايتد ارتكل والسايتنج ارتكل، ولازم تروح للكلينيكال ترايل دوت جوف وتروح للانببلشد تدور عن انببلشد داتا، وحتى تتصل بناس وتتصل بال يعني حتى اهل الادويه شركات الادويه تتصل بهم، والناس اللي هم يعني الكي برنسبل كي بيبل ان ذا فيلد اوف assessment of bias كلش مهمه. طبعا يعني انت من تسوي ميتا اناليسيس طلع مثلا ريمديزيفير، تقول ريمديزيفير يعني افكتيف نوت افكتيف، واكو هواي بحوث عن ريمديزيفير بالعالم، فتريو كومباين ذم حتى تسوي ميتا اناليسيس وتشوف if it is effective in certain places like Europe and the United States, maybe not effective among or Middle Eastern people or South Asian people, and maybe not effective, maybe are different, maybe the virus strain is different, maybe the, our genetic different, maybe there's many things maybe different to, from the, so you have to combine, you have to do meta-analysis in order to find that this is working all over the world or in certain part of the world. And this is the bias, I think the time is coming, there are many, many biases, selections, randomized, randomized control trial, randomization is fundamental. بعد ما سويت randomization يكون أنا هذا رقم واحد allocate control group، الناس تعرف هذا راح يروح للكنترول، لو ما يعرف كلهم يعرفون، لا الطبيب ولا الممرضة ولا المريض ولا غيره. طبعا هذا غير البلايندينج،
الالوكيشن يو كونسيل ذا لوكيشن هذا غير اللاندنج تقريبا يو ار اسس ذا اوت كم ضغط صعب ضغط نزل هارت فيلر تحسن الهوسبيتال ستي قلت الديترمينيشن اوف اوت كم از سمثينج ديفرنت اللي نحتاج بلايندنج يعني تفاصيل كثيره احنا نكون نشيك الار سي تي اللي نجيبها سولوميتا اناليسيس حتى نشوف ما بيها بايس وهي احيانا بيها بايس واذا احنا ناخذها قبل ويعني ندمج نتائجها نطلع بايس كونكلوجن يعني كونكلوجن مالتنا مو مقبول يعني ما مقبول يعني وهكذا شوف هذا مثلا اللوكيشن اذا تتوقعون هنا مثلا رقم واحد يروح للكنترول رقم اثنين للكنترول رقم ثلاثه يروح للاكتف درج مثلا اتسترا من هالقبيل يعني وهذا لازم لانه اذا اذا هذا طبعا هذا اسمه فورست بلوتر راح نشرحه بعد شوي يعني اذا اسوي يعني الراندمايزيشن ان ادكويتلي كونسيلد وير مور لايكلي تو شو بينيفيشال افكت راح يعني تعطيك نتائج بينيفيشال فلذلك احنا نريد تو افكت مو احنا ما نريد يعني افكت ذات از biased because of some breach to the criteria quality criteria for doing RCT. هاي موضوع ثاني. مو كل البحوث randomized control trial published. هسا أتبعون هذا برشلونة trial ethics. يعني only 121 has been published. والبقية not published. وذني كلهن يعني أكو يعني ذني مسجلات. بالclinicaltrial.gov أو أي governmentaltrial.gov ها مسجلات يعني لأنه ما بها يعني شو فأنت من في تطلع نتيجة لازم يعني لازم تأكد إنه published no unpublished هذا كلش مهم إحنا شوية نسرع وطبعاً positive effect دائما احصل فرصه للنشر اكثر من النيجاتيف افكت وهذا كلش واضح هنا بالكلينيكال ترايل هاف اوف ا ترايل وذ ريزلت بوستد اون كلينيكال ترايل دوت جوف هاف نو ببليكيشن يعني 50% ما منشور بالكلينيكال ترايل دوت ما يعني نوت ببليشد مضمومه يعني متروكه يعني وليش وحتى الريبورتنج انكومبليت يعني بالكلينيكال ترايل تلقى هواي اشياء يعني flow of participant, efficacy result, adverse events, serious adverse موجودة ما منشورة ما يضموها عليك فأنت من تريد تطلع conclusion من تريد دراسة شاملة يعني ليش أقول عملية مضنية meta analysis is not an easy job يعني تحتاج أشهر وتحتاج فريق عمل تحتاج تعاون يعني واحد ما يقدر يعني صراحة راد تعاون اثنين ثلاثة يتعاونون و ويسووها يعني راح نعبر هذا الفلو شارت ونعبر عنه فورست بلوت هذا الفورست بلوت اللي هو يعني الصورة اللي نقرأ من عندها نتائج الميتا أناليسيس نقرأ عليها من نتائج الميتا أناليسيس هذا الفورست بلوت يعني أعتقد وقتي بعد لي 5 دقائق إذا ما لا يقبل دكتور صادق هذا إذا تشوفون الخط هذا المستقيم vertical هذا line of no effect وهاي هاي المربعات هاي المربعات تشمل الافكت سايز مال مثلا كندي هذا يعني الافكت سايز وهاي الخطوط المنا ومنا جانبيه هو الكونفيدنس انترفال مالته الكونفيدنس انترفال طبعا هذا ثاني لوك هم كذلك هذا رينولد كل كبير ليش لان كل ما كبر السامبل سايز كل ما الستاندرد ديفيشن يقل كل ما ستاندرد ايرور يقل كل ما الفارينس يقل كل ما يكون يعني ويت افريج يعني الوزن مات الستدي يكون اكبر فشوف هذا المربع يكبر على الويت افريج اوف ذا ستدي يعني مثلا دول اصغر هذا اكبر كل يعتمد عليه من يعتمد على السامبل سايز وعلى الـ يعني على المعادله هي اعتقد ممكن يشرح هذا اللون الاصفر دايموند هذا الكيوموليتيف هذا الاستيميشن مال كلهم دول ومنه هذا اني الكونفيدنس انترفال مالته مالت شو اسمه
of the meta-analysis. هذا في المراجعة سريعة ممكن بعدين نحكيها. مثلا هذا مسوي يعني جايب بحوث على المريض عنده أطفال عندهم lazy eye يسوون occlusion لو يسوون atropine penalization. فشايف البحوث مو كلش متناسبة كلش heterogeneous فما يقدر يسوي لهن meta-analysis. ممكن يطلع بsystematic review بس ما يطلع meta-analysis. هذا هم forest plot وهذا إذا تشوفونها حضراتكم البحث هذا هنا الدايموند شيب هذا التوتال سمري هذا التوتال 0.48 يعني البيشنتس ار 52 less likely to develop that outcome 50 تايم وهذا الكومبينيشنز طبعا هذني البحوث متبع هذا السنت اول واحد متبع السنت هو الافكت بي افكت لكن الكونفيدنس انترفال عابر الخط اللي بي النو افكت فيعتبر نو سيجنيفيكانت اذا تاخذ وحده تقول له نو افكت تاخذ الوياه الكلي ام نو افكت بالبيم نو افكت لين لا بلا افكت البقيه الرايت والدي بس من تجمعهم كلهم يصير افكت ويعني ذا كونفيدنس انترفال وذن ذا افكت وذن ذا افكت سايز is not يعني not significant واضح فيعني قراءة الفورست بلوت ولو ساجي بسرعة بس أعتقد لضيق الوقت إحنا نستعجل طبعا أكو طريقة تعامل مع يعني مع الداتا أكو fixed model أكو random model أنا أعتقد هذا الموضوع ممكن يعني في واحد هو يقرا أو شيء إحنا من نعتقد إنه البحوث هي متماثلة نستخدم الفيكس موديل اذا نعتقد البحوث مختلفه راح نلتجئ مثلا للراندوم افكت موديل وثانك يو الوت وشكرا جزيلا للدكتور دكتور صادق حسن استاذ المساعد دكتور صادق حسن المودريتر مال هذه الجلسه وشكرا لاستماعكم واصغائكم واعتذر عن كل تقصير بهذه المحاضره ونتمنى للجمعيه العراقيه الرائده بصراحه الموفقيه وشكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد سعيد عبد الزهراء على المحاضره القيمه وان شاء الله يعني باقوا ويانا في البانل ديسكشن الان دكتور محمد اذا يمكن ستوب شيرنج